اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكي علاقه. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على مواقعنا المختلفه بالسوشيال ميديا الانستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تتابعونا عن طريق الويب سايت الخاص بنا www.صوتالمستقبل.com. اليوم موضوعنا مهم جدا، نتكلم به عن الحريات، الحريات قبل 2003 وبعد 2003. طبعا ويا بالاستاذ اليوم ضيفنا العزيز الاستاذ الاعلامي كارناس علي. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا، يا مرحبا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافه. استاذ، اليوم موضوعنا مثل ما سمعت على تعبير عن الراي والحريات قبل 2003 وبعد 2003 ولغايه اليوم. شنو رايك بالتعبير عن الراي بالسابق قبل 2003؟ يعني حقيقة الحرية كلمة كبيرة، أعتقد فيها مفاصل كثيرة، حرية سياسية، حرية اقتصادية، حرية التظاهر، حرية التعبير عن الرأي، حرية المعتقد، حرية المذهب، حرية الدين وإلى آخره من الحريات. يمكن قبل 2003 كنا مضغوطين وممسوكين باتجاه واحد، حزب واحد، حاكم واحد، فكر واحد. يعني الشخص لما يولد ويوصل لمرحلة الابتدائية، من الابتدائية إلى الجامعة، وفقط يحفظ لحزب واحد ولشعار واحد ويمجد لشخص واحد. يعني ما بعد 2003 يمكن أن يعتبرها هي حالة صحية. الانفتاح الإعلامي اللي هو أساس الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأن يعني الكل مرتبطة بالإعلام، ومن أقول الإعلام يعني بكل مفاصله، الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، وما طرأ بعد 2003 السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الفايبر، واتساب، فيسبوك، انستغرام وإلى آخره. يعني هو كان بالسابق واحد يقدر حتى يعبر عن رأيه بالمجتمع، يعني كان ممكن واحد يقول والله الواقع الصحي سيء يا عالم لحقونا مثلا. حتى نكون صريحين، يمكن اكو كانت بعض المنازل حتى يتخوفون من الحديث امام أطفالهم، أمام أخوتهم، أمام نسائهم. اسمع، يقولون حتى الحياطين لها أذان. ولكن كان أكو قلة قليلة، يمكن بعض المنفتحين فكريا اللي كانوا منتمين لأحزاب أخرى وبقوا في العراق، أعتقد فيما بينهم كان هناك شيء من الثقة بحرية التعبير عن آرائهم أمام الآخرين، بس شيء جدا بسيط. ولكن بعد 2003 صار الانفتاح يعني بسرعة غير ملموس وحتى غير محسوس، يعني بسرعة عامة البلد كلها رايحة بمسار واحد قبل 2003 تتحدث. نعم، اليوم احنا بعد 2003 ومثل ما ذكرت الانفتاح الموجود عندنا، برأيك التعبير عن الرأي حاليا هو صحي؟ لأن احنا اليوم بدنا نشوف اكو 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 اوفر الموضوع دا يصير. يمكن ذكرت ببداية حديثي انه اعتقد حسب تقديري الشخصي انه حالة صحية هذا الانفتاح. يعني من الانغلاق إلى الانفتاح بهذا الكم الهائل من المؤسسات الإعلامية، بهذا الكم الهائل من الأحزاب، بهذا الكم الهائل من الأفكار السياسية، الدينية، المذهبية، العرقية وإلى آخره. يمكن إحنا دائما ما أريد أقول الكل حتى لا نغبن حق الآخرين، ولكن الأغلب، والأغلب كلمة يعني قريبة للكل، الأغلب أساء استخدام هذه المفردة. ليش؟ يعني من نواحي كثيرة، أسأنا استخدام حرية التعبير عن الرأي. نعتقد أنه الشتم والسب والتقليل من قيمة الضيف، أتحدث لك بالجانب الإعلامي طبعاً، نعتبره حرية. ولكن هناك فرق ما بين الجرأة بالطرح مع الضيف وما بين الوقاحة. اليوم حتى بالسوشيال ميديا نشوف المواطن العادي الطبيعي صار من السهل عنده يعني يقذف ويشتم، الموضوع ما يخصه وما يهمه. يعني اليوم احنا ليش وصلنا مرحلة الما يعجبنا صرنا نتجاوز عليه، يعني مو نسكت حتى. شوف، يعني من 2003 إلى حد الآن صار 16 سنة، وأعتقد هذا جيل كامل لم يعي للأحداث والمواضيع والأمور التي كانت تحدث في 2003. يعني مرات أنا قليل التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بأوقات الفراغ لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة يعني ألاحظ بعض التعليقات على موضوع معين، وأغلب المواضيع الآن هي مواضيع سياسية وقذف وتشير بالآخرين. أترك الموضوع و
ابحث عن محتوى التعليقات. يعني لما ندخل على محتوى التعليقات واشوف المعلقين ومستوى وعيهم وياخذني الفضول للمعرفه، ادخل على بروفايله، يعني هو مثلا مواليد 2004 او هو مواليد 2000 هسه الان عمره 19 سنه، يعني انت من 2000 ل 2003 ثلاث سنوات، شنو اللي انت فهمته بالوضع السابق او شو وقت تكون عندك الوعي بعد 2003؟ يعني هي هذا الاستخدام السيء. ليش؟ لانه مثلا يشوف الاكبر من عنده اخوه او قد يكون ابوه او قد يكون المجتمع اللي يحيط به يحس انه من باب الرجوله، هو لا يعي انه سن هذا بالمستقبل. يعني احنا اليوم هي هو موضوع خطير صراحه، لانه اكو ناس صارت يعني تخاف تطلع على منصات التواصل الاجتماعي، لان تعرف انه اغلب اللي يعلقون ما عندهم هذا الانتقاد الايجابي، صار الانتقاد بالسلب. شوف بس انا اعطيك فد ملاحظه بسيطه، يعني لدينا الكثير من الكتاب والنقاد والسياسيين والباحثين بالمجال التاريخي والادبي، لما نكتب مقالة بحثية أو لما نكتب مقولة قد ينسبها لنفسه أو قد تكون لغيره، تلاحظ عدد التفاعل معه يمكن في 4-5 أو تعليقين 3، وخلت تطلع سين من الناس رايحة إلى مول المول إلى أحدى مراكز التجميل ومسوي أظافرها ومسوي شعرها، وتجد آلاف التعليقات، آلاف اللايكات، المئات من الشير. هذا سبب قلة وعي. يعني حتى نكون منصفين، اكو مرات يعلقون شباب، انا اتابع السوشيال ميديا، اكو شباب يعني يقولون ليش متابعين هاي، تابعوا المفكر او الكاتب، انا ارد اعرف هذا وين حياخذنا بالمستقبل. طيب هذا بالاساس ليش يكتب يعلق اذا هو متابع؟ اذا هو متابع، هو احد المتابعين، لما يكتب ويعلق يريد يكون مميز من بين التعليقات اللي موجوده. الفرق الاختلاف بالوعي. يعني للأسف الآن ما بدي نقولها، من الأغلب راح تكون كمية كبيرة، بس احنا اليوم ترى همنا يعني اليوم مو اكو شخصيات بالعراق ما يقدرون الناس يمسوها، يعني اكو احنا اليوم صح عندنا حرية فعلا، ولكنه اكو عندنا فعلا لكل شخص الحق أن لا يمس شخص آخر. مو من حقك انت تمسني، انت ما تعرف، تفكيري يختلف عن تفكيرك، ما قد تراه صحيحا أراه خاطئا، ما قد تراه أسود أراه أبيض. يعني كل واحد بينا يختلف. اليوم اكو ناس تخاف تعبر عن رايها لحد اليوم، احنا في 2019، انا اعرف اكو ناس يخافون يعبروا عن رايهم. صحيح، لانه الان نحن نعيش في قانون الغاب، ماكو قانون يحكم ومسيطر وصاحب قرار انه لما تروح ترفع قضيه على سين من الناس تجاوز عليك، ياخذ القانون ياخذ مجراه. ماكو خوف، ماكو رقابه، وهذا جزء من عنده يمكن هو الطبقة الحاكمة. وهنا لا أقصد شخص السياسي نفسه طبعا. يعني نحن نحترم كل السياسيين بكافة انتماءاتهم الحزبية، الدينية، القومية، ولكن نختلف معهم بطريقة إدارتهم للدولة. يعني اليوم الحرية هذه اللي احنا نعيشها حاليا شنو نقدر نسميها؟ يعني ما فوضى. طيب شنو الحلول المتاحة حتى اليوم، يعني إذا الشباب يسمعونا اليوم شلون الشاب يقدر يعني يصير انتقاده بناء؟ يا سيدي الكريم، نحن لدينا قانون في العراق. على ضوء هذا القانون أخذت الدول العربية تأخذ نموذج من هذا القانون واستخدمته في دولها. صح. يعني القانون العراقي من أرقى القوانين. صح. الموجودة بالمنطقة. للأسف هذا القانون غير مفعل. يعني لو يفعل القانون ما راح تلقى هذا المستوى من الفوضى اللي تكلمنا عنها موجود. يعني قانون يحاسب السياسي إذا تجاوز على الشعب أو على المواطنين، قانون يحاسب المواطن إذا تجاوز على شخصية أو رمز أو حتى على مواطن. هذا موجود بالقانون، ولكن تطبيقه وين؟ ما موجود، ولهذا نحن في غابة. أوكي، إذن يعني اليوم الحكومة، إحنا مهم إنه صار وايد ندب اللوم على الحكومة، اليوم الأسرة ما تتحمل مسؤولية هذا الشيء؟ يعني اليوم الاب هم من حقه يسال ابنه باعمار مبكره ايش تتعلق ايش تسوي، دور الاسره هم مهم بهذا الموضوع التعبير عنه. ما يمكن نتحدث، قلت يمكن المحيط اللي داير مداير الشخص، البيئه اللي هو متربي بيها متفاعل وياها، فما راح يقدر يطلع من عندها.
زين الحلول الاخرى غير القانون، يعني اليوم الورش ممكن تعتبر حال، التجمعات الشبابيه ايضا تعتبر حال، اليوم شنو الحلول اللي نقدر نطرحها حتى يصير عندنا حريه نفتخر بها؟ شوف انا لست متشائم ولكن دائما نبحث عن الحلول. اغلب ما تقوم به بعض وليس الاغلب، بعض منظمات المجتمع المدني، بعض المراكز التي تريد ان تقوم من الوضع البيئي والمجتمعي للشخص، لما يصير الاشتراك بالمؤتمر او بالمحاضرات بالا مو يم المحاضره ولا يعني ايش ديحكي هذا؟ وين راح نرجع؟ نرجع على البيئه اللي هو عايش بيها. راح يشوف مفردات صعبه، راح يشوف مثلا انه هذا يتحدث باحلام ورديه في بلد خالي من الحروب، خالي من الاغتيالات، خالي من الخدمات. فتلاقي انه ما راح يستفاد. شو استفاديت ولا ما استفاديت شيء، بس انه وزعونا كراس، وزعونا هاي، اخذنا صور، اعطونا شهاده. وجزء منه ايضا هو العتب على المنظمات انهم يطولون خرق، انه بس يريد الساعه مالته تخلص، كمدرب كان او كمدربه يريد يمشي شغله وخلص، وكل من يروح تنتهي المده الزمنيه للدوره وهكذا. ولكن يجب الشخص هو يكون رقيب نفسه. بالضبط، الانسان يجب هو ان يكون رقيب نفسه، هو يتخذ لنفسه مجموعه قرارات، سواء كانت قرارات صائبة، قرارات خاطئة، هو يتحمل مسؤوليته. إذا كانت صائبة فهو بالطريق الصحيح، وإذا كانت خاطئة فلازم يصححها حتى يتوجه إلى الطريق الصحيح. فد 5 سنين اللي قدام تصور أنه الوضع نبدي نشوف أكو حريات تعبير عن رأي صحيحة ونقدر نفتخر بها كلنا؟ لا، في ظل تطبيق قانون لا، صعب جدا. وأنت متفائل؟ لا متفائل طبعا، اتفائل، تفاؤل بالخير تجدوه، ولكن ما اشاهده من وضع الشباب الان يعني حرق ساعات طويله على السوشيال ميديا، دمج الليل بالنهار على السوشيال ميديا وعلى الالعاب الالكترونيه، يعني صعب مو مال 5 سنين. طبعا اليوم انا شرفت بحضورك استاذ كرناس. شكرا لك، نورتني واستفدت منك كل شويه. تمنياتي لكم بالتوفيق وللمشاهدين ايضا. اعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا هذا اليوم، انتظرونا بالحلقات القادمه. مع السلامه.